Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله نتحدث اليوم عن وصية الله لنا عن وصية الله لعباده وأوليائه الأولين منهم والآخرين نتحدث عن تلك الوصية التي أمرنا الله تعالى بالتزود بها قبل لقائه تلك الوصية التي أمرنا الله تعالى أن نتزود منها قبل لقائه أن نستعد للقائه بها
تلك الوصية التي علق الله بها قبول عن قبول الأعمال، وصية تورث العبد محبة الله، محبة الله عز وجل وعونه وتسديده وهدايته وحمايته، وصية لا يدخل المرء الجنة إلا بها، وصية تحفظ العبد من عذاب الله ومن غضبه ونقمته. وعندما أتحدث عن هذه الوصية لا أجد لنفسي وصفا إلا كما قال الشاعر وغير تقي: يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليم. نتحدث عن تقوى الله عز وجل، تقوى الله التي بها ينال العبد محبة الله سبحانه وتعالى. يقول المولى سبحانه وتعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أوصى الله تعالى بهذه الخصلة العجيبة التي بها ننال حبه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم بما ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خير زاد يلقى به العبد ربه يوم القيامة هو تقوى الله عز وجل. ما منا من أحد إلا وسيقف بين يدي الله عز وجل، سنلقى الله سبحانه وتعالى، لن يتخلف منا أحد. ولن ينفعك شيء يا عبد الله أكثر من تقوى الله ومخافته. إن كل من في السماوات والأرض إلا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولكن كيف يستعد العبد للقاء الله؟ يستعد العبد للقاء الله عز وجل بهذه الخصلة التي أمره الله تعالى بأن يتزود منها قبل يلقى الله سبحانه وتعالى. ليس من عمل ينجيك يا عبد الله من عذاب الله يوم القيامة مثل تقوى الله، ليس من عمل يدخلك الجنة بسهل بيسر وتيسير مثل تقوى الله. وتلك الجنة التي نورث من عبادنا كان على ربك حتما مقضيا. من ينجو؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه الخصلة يا عباد الله بعضنا يستثقلها، بعضنا لا يفهمها، بعضنا يستصعبها، وهي أمر يسير. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. قال أهل العلم: الإنسان مجبور على المعصية، يقع في المعصية، يقع في الذنب، يخطئ، فكيف يستقيم؟ قالوا: يعود ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. تعريف التقوى باختصار عباد الله هي أن تأتي الواجبات
وأن تمتنع عن المحرمات وإذا وقعت في معصية أن تتوب وتعود إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا فعلت ذلك فأنت من التوبة. إن دومت على التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى كلما وقعت في معصية فأنت من المتقين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وبهذا يحبك الله يلقي عليك محبته. وإذا أحبك الله سبحانه وتعالى إذا أحبك الله عز وجل إذا أحبك ربك خالقك كان معك هداك وأصبح أمرك وأصبح شأنك وجعل لك من كل ضيق مخرجا. واتق الله فتقوى الله ما باشرت قلب امرئ إلا وصل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء ويقول: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. وتقوى الله سبحانه وتعالى من أهم الأعمال الموصى بمحبة الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. All praise is due to Allah alone. Praise Him, thank Him, seek His guidance and His forgiveness. We repent to Him, we seek refuge in Allah from the evil of our souls and our sinful deeds. Whoever Allah guides, none can mislead, and whoever Allah misleads, none can guide. A man came to the Nabi sallallahu alayhi wa sallam asking him, O Messenger of Allah, give me an advice. Give me an advice with which I won't be in need of any more advice. And the answer was, say I believe in Allah, then steadfast. Say I believe in Allah, then steadfast. What does it mean to steadfast? What does that mean? It means that whenever you fall in a sin, you repent to Allah subhanahu wa ta'ala. Whenever you commit a sin, you immediately repent to Allah the Almighty. And this process is called piety. It means righteousness. It is the direction of Allah subhanahu wa ta'ala and the advice to Allah ta'ala to us and the people before us. Allah the Almighty in the Quran said, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Indeed, we have recommended the people of the book before you. وَإِيَّاكُمْ and yourselves. أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Be mindful of Allah. Be heedful of Allah. Remember Allah whenever you do anything that will displease Allah subhanahu wa ta'ala. Remember Allah immediately and return back to Allah subhanahu wa ta'ala. It is the advice of Allah ta'ala to us, to His creation. And it is the best provision that you can have in this life for meeting Allah subhanahu wa ta'ala. We shall meet Allah, all of us. We will stand before Allah the Almighty. But the best thing that we can provide, we can prepare ourselves for this meeting, is to have this provision. The provision of piety. The provision of being heedful of your Lord, your Creator, your Maker, your Sustainer. The one who brought you into existence when you were nothing. If you have this quality and this concept in your life, that you are always mindful of your Lord. You remember your Lord, you remember your Creator. And whenever you fall in a sin, you repent to Allah subhanahu wa ta'ala, you are by default from those who are righteous, those who are pious. If you offer the obligations of Allah ta'ala upon you, like the Jumuah, the prayers, the five prayers, the Sawm,
the zakah, obeying your parents if you are young. And at the same time, you abstain from the evil actions, and whenever you fall in them, you repent to Allah Ta'ala, you are pious. You are righteous. Because without this, you will not enter Jannah. Without having righteousness in your life, without being pious, being close to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Almighty, being mindful of your Lord, you cannot enter Jannah. Why Allah Ta'ala in the Quran said, وَتِلْكَ الْجَنَّةِ This is Jannah. الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا Which will inherit from our servants those who used to be mindful, pious, righteous, and heedful of Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty. Brothers and sisters, we might wear the best type of clothes. MashaAllah, we have the best garments. But in the sight of Allah ta'ala, we could be naked. Why? Because we don't have that garment and that clothes of taqwa in our lives. Allah Ta'ala, the Almighty, said, Ya Bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum. O children of Adam, we have sent down to you clothes with which you can cover your shame, you can conceal your shame. But the best clothes, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ The best type of clothes that you can wear in this life is the clothes of piety, the clothes of taqwa. This clothes will enable you to see that right path, the straight path, the righteous path, the one that Allah Ta'ala loves. Sometimes you live in confusion, sometimes you live in stress, you live in anxiety, in hardship. We don't know. We feel confused. But once you are mindful of your Lord, you are heedful of your Lord, you always remember Him. You always fear Him subhanahu wa ta'ala. You always have hope in Him and His grace subhanahu wa ta'ala. If you are connected with your Lord, Allah Ta'ala will give you the most pleasing life. Because He will be with you. He will be with you. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا if you are mindful of Allah or you believe Allah Ta'ala will give you something with which you will be able to distinguish between the truth and the false, the right and the wrong, that which Allah lost and that which Allah hates, subhanahu wa ta'ala. And He will bestow upon you His love. Your Creator, once He, subhanahu wa ta'ala, sees you, you are mindful of Him, you remember Him. And once you fall in a sin, you repent to Him immediately, He will bestow His love upon you. He will love you, subhanahu wa ta'ala. And this is the greatest accomplishment in your life. If Allah, the Almighty, loves you, subhanahu wa ta'ala. Why? Because He will give you guidance, direction, assistance, help. And He will find for you a way out from any trouble, from any difficulty, from any hardship. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Be mindful of Allah and know that Allah Ta'ala is with those who are mindful of Him. Allah will be with you. So no grief in your life, no sorrow in your life, because you are connected with your Lord, your Creator. أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ Those who are mindful of Allah, those who are close to Allah, those who have a strong relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, there is no fear upon them. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون and they will never grieve. Who are they? الذين آمنوا وكانوا يتقون those who believe in Allah subhanahu wa ta'ala and they are mindful of Allah, heedful of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will be with you and bestow His love upon you. بَلَا مِنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ Indeed, Allah loves those who are pious and those who are mindful of Him subhanahu wa ta'ala. The Nabi sallallahu alayhi wa sallam
said that there is a this. If people reflect upon it, people ponder on it and reflect upon it, that verse will suffice them. That verse will be enough for them to encounter the challenges of this life, the difficulties of this life, the hardship in their lives. And that verse is, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Whoever fears Allah subhanahu wa ta'ala, whoever is mindful of Allah, whoever has piety in his life, whoever remembers Allah whenever he disobeys Allah, whoever is heedful of his Lord. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah ta'ala will find for him a way out from any trouble, a relief from any difficulty, any hardship. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Even his sustenance, his provision, Allah Ta'ala will provide for him from a source beyond his expectation. Allah Ta'ala will provide for you from a source beyond your expectation. Nowadays we disobey Allah Subhanahu Wa Ta'ala in seeking his provision. We are hasty in seeking the provision of Allah subhanahu wa ta'ala, and we seek it through haram methods. And then we complain why our life is full of hardships and difficulties and calamities. Why? Because you took the wrong methods. You took the wrong way. The right way is to be heedful of your Lord, to be connected with Him subhanahu wa ta'ala, and He will grant you a happy life, pleasing life. Everything, all of your affairs will be easy. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Whoever is mindful of his Lord, Allah subhanahu wa ta'ala will make all of his affairs easy. Whenever you encounter a hardship, whenever you encounter a difficulty, Allah subhanahu wa ta'ala will make it easy. Allah will be there with you. Allah will be helping you, supporting you, giving you guidance and giving you direction. Subhanahu wa ta'ala. And will fill your heart with content, with strong belief in His decree, subhanahu wa ta'ala. You will have that trust in your Lord, your Maker, subhanahu wa ta'ala. And it is only once you realize that this advice of Allah subhanahu wa ta'ala and this recommendation of Allah subhanahu wa ta'ala is something that you have to have in your life. Something you must have in your life. And you must teach it to children. To be heedful of Allah subhanahu wa ta'ala and mindful of Allah subhanahu wa ta'ala. And let them know that Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, whenever they return back to Him. And whenever we return back to Him, Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, will accept our repentance. And He will bestow His love upon us. Whatever of great and major bad deeds that we do in our lives, as soon as we return back to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala will bestow His love upon us and He will forgive us. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. اللهم نسألك العفاف والتقى. اللهم نسألك العفاف والتقى. اللهم نسألك العفاف والتقى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقال فيه كلمة الحق إلى الشاق إلى في الله يوم القيامة. وأقم الصلاة.
Say the line for the gaps. استووا تراص تقاربوا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة
لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأبواب موضوعة ونمارق مصطوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله الله